انقشعت الرمادية عن موقف تكتل النواب التغييريين أو أقله عن نائبتين منه، حيث وصل التقاطع الرئاسي إلى محطة الاعتصام في ساحة النجمة وضم إليه النائبتين بولا يعقوبيان ونجاة عون اللتين غردتا وحيدتين على خط إعلان تأييدهما التصويت لجهاد أزعور في جلسة الأربعاء. اتصالات مكثفة ومتواصلة استمرت طوال الأيام الماضية بين النواب التغييريين الستة للخروج بموقف موحد، غير أن إعلان يعقوبيان وعون منفردتين أكد عدم الوصول إلى الهدف المنتظر وفتح الأفق مجددا أمام تساؤلات كثيرة. حتى الطروحات الأخرى والخيار الثالث وغيره اللي انطرح علينا بكل الأحوال ناقشناه إلى الآخر، وواضح جدا أنه بكرة ما في خيارات بتقدم لقدام إلا بفعلا كل واحد يقول شو هو موضوع الحقيقة، مش يعمل انتظارات باتجاهات معينة. فلذلك نحن أخذنا القرار دكتورة نجاة وأنا أن نطلع ونعلن تأييدنا بكرة واقتراعنا من الدورة الأولى لجهاد أزعور. بنت النائبتان موقفهما على أساس الاتصال والاجتماع بمرشح التقاطع كل على حدة، حيث استمعت يعقوبيان إلى أزعور على مدى أكثر من ساعتين، في وقت اجتمعت عون والنائب ملحم خلف سويا مع المرشح الرئاسي لقرابة الخمس ساعات، أوضح فيها موقفه من أبرز القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. ولما سألناه عن انفجار المرفأ اللي هو من الأولويات بالنسبة للنائب وبالنسبة لإلي، والعدالة لأهالي الضحايا انفجار المرفأ، قال إنه هو أهم شيء عنده استقلالية القضاء، وأول الأولويات عنده رح تكون العمل على استقلالية القضاء من أجل محاربة الفساد ومن أجل تأمين العدالة لأهالي ضحايا المرفأ. تجدد يعقوبيان التأكيد على عدم ثقة التغييريين بالمكونات السياسية في المجلس، وتتطرق إلى التقاطع الرئاسي مع جبران باسيل. بدورها صليبة تتطرق إلى موضوع عدم تواصلهم مع الوزير السابق سليمان فرنجية. سيدي اليوم أول شيء ما في محاور، في حدا كان حليف لحزب الله إجا قرب على طرف آخر، راحوا إلى مرشح تسوي، راحوا إلى مرشح قدروا يتفقوا عليه. ما عندي ثقة بكثير من القوى السياسية بالمجلس النيابي، ما عندي ثقة بالأكثرية، أكيد ما عندي ثقة لا باللي تقاطعت معهم ولا باللي ما عم بتقاطع معهم، ما عندي ثقة بهؤلاء. موضوع التقاطع يا محمد نحن بلشناه لما عملنا مبادرة. نحن استمعنا لخطاب المرشح سليمان فرنجية وما شفت فيه مشروع بلد. مش جهاد أزعور تواصل معنا وكان دايما حاضر، أول ما يتصل فينا يقلنا ساعة البتكون أنا مستعد. أضافت بولا يعقوبيان ونجاة عون صوتين جديدين إلى عداد الوزير السابق جهاد أزعور. وبعيدا عن الإجماع التغييري، قررت النائبتان دعم مرشح التقاطع وسارتا على درب النواب وضاح الصادق مارك ضو وميشيل الدويهي، في وقت يبقى موقف النواب ملحم خلف وياسين ياسين وفراس حمدان وابراهيم منيمنة غير واضح، على الرغم من اللقاءات والاجتماعات المتواصلة بينهم قبل ساعات من انعقاد الجلسة الرئاسية الجديدة.